هيكون راح فين يعني؟ بقول لك ايه، ما شفتيش الشاحن بتاعي؟ ايه يا نهارك اسود، بقى انا بقالي ساعه عمال ادور عليه وفي الاخر معاكي. طب بتعملي بيه ايه؟ بشحن بيها، خلص وادهولك. ده نجاحتك، ده ايه النجاح يا بنت اللي انت فيها دي؟ هو الشاحن بتاعك؟ طب هات الشاحن ده كده. باسم ثواني بس، باسم ايه ده؟ انت كل حاجه تاخدها مني كده؟ لا انت عيل بارد. اه يا دماغي، يا نهارك اسود، انت بتزوقين انا كده؟ ده انا هموتك النهارده. يا لهوي، الحقني يا بابا، الحقني يا بابا، يا بابا يا بابا، الحقني يا بابا. في يا بنت، في الله يخرب بيتك. باسم يا بابا، باسم عاوز يضربني وانا مش عملت له حاجه. خدي انا ايه، في ايه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ هي مين دي اللي مش هتسيبها؟ طب وريني كده هتلمسها ازاي. يا بابا واخده الشاحن بتاعي وانا بقالي ساعه عمال ادور عليه، وهي شايفاني وانا بدور عليه، ولما جيت اخده منها راح ضرباني. اه طب لو راجل قرب لها وشوف انا هعمل فيك ايه. ده لو راجل بقى. طب انا هخش جوه. انا بقى يا بابا اخش جوه، وانتي والله لو وريكي مش هيقعد معانا كتير.